الوجود وفض الفيض من أمن الوجود أمام الأرجم الوجود اللهم صل على محمد وعلى أرجم الوجود اللهم صل على محمد فالوجود فيها زلل يتم السجود وفيه دور تبع والجدود فيه تعزز الدين عن الجهود تعنى لذيه جبابر الوجود لباب انكادت جماد الوفود ملكه الله خزائن الوجود وكان من بعد الكرم والجود امام ذات الجمال الوجود اللهم صل على محمد امام ذات الجمال الوجود اللهم صل باب تتخذ الأشرك نور السماوات لذل رؤية الله يكون ما تزوزا لعبادة الله في الغيب تفتح لتجلد ما متكلم يزرك فسلوزا وكمال الكمال من تغنى فيه كرات الرجال وما وزى به جماعة الأرسال وجامع الحسن وجمال الجمال كنور كالزهر سابق في الأزل فضل لم يزل يوم الوجود عمران جمال الوجود ملك الرسول ومن ربكه جبريل وميكائيل ومن ربكه ملك إسرافيل ومن قد وجب تاجي وإقليل سفير وهي سيدنا جبريل كل وزيل سلام مزيل وتوت الكبرى وزيل الزليل وهي الكبرى مال تنزيل يقول ليالي أباب الجليل قد هجر لكل وسواد الرسول ما وزل الرسول لكل فلك المحبة وطهر الجدود من قبل المنى وفي سر الدواء طهر الجدات وطهر الجدود من جدد الملة وحدد الهدود ما طهر الكعبة محفوظات الجاهد طهر طهر عبد العرب من الله الجاهد ولغير الله من منع السجود ودخل الكعبة وصلى وسجد ولما زهر سر الله الودود عالم الغيب وعالم الجهود وقبل لا يتفق والجهود النبي لا شرك له من نزور وعبر اليهود بلغ الرسالة قتل وجهاد هدية الله اللهم وارشاد خير من ركب بمطايا تأييد كل من ركب المطايا للمقصود كان مقصود وللتهيس وفايله دام الرامود لجميع الوجود وعمل فدايا وزرد في منبر الذي غصب وزرد وعلم القرى وتلا وجود الحمد لله الكريم الودود ثم صلاة الله على نور الوجود ومنور الجمال الوجود خير البرية أفضل النوال انتهت إليه دولة الأرزال خير من جمع أولى الكمال يا من تسميه يا ابن أولى سلي السلام الأعلى والأقل الأول ومن تهنت من قبل الأرزال سبحان ذي الجلال قد أزور الجمال في أصحاب الكمال من خزائن الجود موازي الحالي ومرى مصاف الكذب يصلي توسلت فيها كافر الرسل من رفع له وجب الجلال توج مدره بتذبير القول ومن نصانا عن قيل وقالي كونه الله قبل كل الوجود فتجلى له محمد منور اليك نور مجرد كثير الاطايا سخي جواد وزل الممدود والبار المورود ما يسمع ذكره لا يتركود يصلي عليه كثيرا بالاحد وبالواف المعبد وشوق الوديد والوزو في كتب السنات وسمع القوال بجد واجتهاد حتى يجتمع في سجد الوجود فليتعين لذلك الوجود وسجده الى ما تسجد موجود لدى في البلية في الدنيا والأخرى من جميع الغزة النبي الماهي زر الشقية النبي الماهي درن الماسية نجامته من مسخ البلية
نور الوقاية كنز الهدايا عمل عز البرايا في يوم المودي مبلر جمال وجود صلي على محمد فضل في يوم المجري جميل الفضل وقت التاجري يزكي متى وضوء قصري يلبس الله لدى الأفضري تزكية الوفاء يصاب المشهوري في مكاتب تزكي يجلس الباري والكنز الأكبر في يوم المجري إليه ينتهي أمر فوق المفوز نظام الوجود تهون الأضرار يزار بالموجود زاكي الزفا في ذرة الموجود وهم المقصود لصلاح الوجود وزر الزاري في جميع الوجود به قام الكون وفاد في المسجد مع مهرم جمال الوجود أيها النبي نادوا الجليل به تجب آخر أول عن داود به جد مطول يا من قزار الليل كل مدوه الجميل ودي كل مقصود ما ملارم جمال وبيت الأدوارات وحياة الآيات مطاري الآيات أوصل من تاجي قبل الرحموت البحر المهيط وبيأدرار الزفاة ترجو تجلد المتصر للجوز فالمرام جمال وجود ومسجد الله تمام محمد وكان نبي لا جن وآدم لا شمس وقمر لا وقلم لا عرش وكرسي سر مقدم ومزار الله من صفات الله ما هو بالله كم صفات الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلام الله لا قبل الأول ومزار الغيب بما أوله ومزار ما وزر ما عدد الأملاك وزر نزل ومزار غيب الغيم من خاصة الله ما هو بالله جامع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله جامع صفات الله اللهم صل على محمد بجد جميع ذراتي ومن فوق كل الكائنات كل نور من الأرجن كرسيات لو قلم ودار الجنات عملة الأرجن يد كرسيات وعملا كله في مهيمات الله ما هو بالله جميع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله جميع صفات الله كل نبي الأنبياء خاتم الأنبياء صفي الأسرياء حبيب خليل ولي الأولياء ذو خلق نزيم وهدي البرايا وذو جاه نوى وعمل الله ما هو بالله الله الأكبر ممتاز عليك ممتاز المعرفة عرش الله الأكبر عالم الاستفاء سورة البيضاء سر سر نزفة الكنز الأكبر وكنوز نفع وأدرار ساري في موجودات الله ما هو بالله جميع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله جميع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو وجمال الله وعالم الفوز سلطان الجبروت وزر الرموز سر خلق الناس سر الله ما هو بالله جميع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله جميع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله جميع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله جميع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله جميع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو وسر الاتفاع وسر العناية جاذب العناية لا باب الله ما هو بالله جامع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله جامع صفات الله اللهم صل على محمد ما هو بالله فضل كمال شمس شموس ذاتي وسر تجلي برق الخاطفات ومنزل القران حول عجيباتي
وفرقان الزفات والتفريقات انسى كسر الحياة لشاهد الله ما قم بالله جامع وسلاح الله يا اللهم صل على محمد ما قم بالله جامع وسلاح الله يا اللهم صل على محمد ما قم بالله ومقام الختام لأولياء الله سر ذر أهل اللقاء لعجاك الله ما قم بالله يا جامع صفات الله يا اللهم صل على محمد ما قم بالله يا جامع صفات الله يا اللهم صل على محمد يا ربنا ينادي أتيهم يا شاكا طيبا ينادي أتيهم يا دار طيبا ينادي أتيهم يا أمركم أيها النبي ومن رجعتكم نبي ولي وجميع الأرزال لذيكم دانو وكتب لله ببدلكم ضعه والربانيون فجر غرب ومشرق وعلى زادا وفي مطلق وعلى السماوات وبلاكك وعلم الجنان بالجمال مشرق وبكم قد فاز الله ما بلاك الله ما بلاك كل فيه أتبدل لذلك تجاوزوا فيه عين وكلام مزور غيبه وعالمهم مجمل علمه وقد نال عزنا صاحب اللواء وخلق كريم وصاحب التاج والعلم والتعليم وصاحب التقوى وجب قدرته من صدق الله كل رسالته ومن انبعه الله بعض غيب غيبه افضل خليل نبي الله يعقوب نال به ويوسف الصديق نال العز به موسى كليم الله نال الخاص به ونبي سليمان نال الملك به وداود النبي نبي زكريا نال الأولى به لوط نبي الله نال النجا به نبي الله دليا نال الأب به نبي الله يحيى نال التقى به نال به الرفاه
نرى نبينا تواصل الأنبياء نرى نبينا وقد خسر الله فاك كل المنى شفاعة عثمان نرى نبينا محمد محمود وقرآن العظيم جامع كل الخير أعطانا نبيا مفاد كل الخير وحقيقته لا وصبه صدر صدقه وظلم بها صحابه اليمر وزمان وعلي زيره بأن الغلا جميع صحابه والمر ورعزه وبمعاصاك كل المعارف وبمذنة ما يليق ربي وبتمجيدك سدرة المنتهى وتلمونها والرفرف والبهاء ومستوى الرحمن ومجال البهاء والنور والله وحقائق وحقيقته من نور العظماء وعلى من نور ومزر الأماء والمهيمين والكلام كريما والروح والأملاك وأملاك السماء ميلا بديا ميلا أوليا ميلا سبهيا ميلا قربيا ميلا غيبيا ميلا إلهيا ميلا علميا ميلا زفاتيا وميلا إنديا ميلا باطنيا وما أولى الأرجي مزر لديا وما أولى الغيب إذر قدريا والجنان الناري وقلوا غدي ويتمى وبما ينت من الدلايات وبما ينت من التنزلات ومظهر الأزمة ومظهر الصفات مظهر الأزمة مجلى التجليات ومبرك البروك ومهو الصفات من جاذب المجد وأنواع الزكات وأنواع الكمال وأنواع الإفات والجنان والنعيم وإذا من مجد ويدم على بكتير اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
قدرت جامع وزادتي زعب اللي هو يوريا والبندي سعد جميع الخلق بدن سرمتي من رجب يا سمكة ماما مودي ما يشفى الخلق بخلص زيوتي خيطة مرحبي بردي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نصر النبي بقوي زمتي وجنود سما ورد الجنود ببدر وهن ويوم ودي وعذاب غبار ونصر شايدي الرضا كل مجد وايات امر بكذي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد جاد بالمجد وباب الهود من عرف الضع وعرف الوجود تفاجر به جميع الوجود اما بالرزانه لجميع الوجود يا ما تدركون اين نظام الوجود وايات امر بكذي اللهم صل على محمد نظام الوجود سمع الوجود نفراس الانبياء فلق الزود وليل لعيات الوجود فلق المحبة فمدد الزرمتي يا ملوظ جمال جمال الوجود يا مجوى مرن لا تجود انت رسول الله لك الاول وانت حبيب الله انسان اكمل انت تفج باقي اول انت مبدود الله نور بجراب العاني سبب تجرد عن كيت الأقواني سبب ترك الوفي الرحماني سبب تتوقف وراء الأقواني وحوال الأرج وكل الأقواني مقوة جهود أشهد جهودي غاية محمد الكريم من أبو عمي مبو زمي مزاب الكرمي فكا كرموز العبد الظلامي رحمة الوجود رحمة للعمي وسوى خيزون وسر الوجود ويتهم أبو ظاهر المدينة الأرواد الوثقى وأمدد العظيم يشوق مرقى إمام العالمين أستاذ الحقيقة عز به الإسلام كان مرونقى فاق زمانه قبله وفاته السلام عليكم أيها النبي من حقيقتك مزور الغيبي جميع المواهب وحفق الأي وخطك خاصا جاء به الوحي وعرض مسجدا وتفرق غنمه مبدا خلقي ولوا الحمد اللهم صل على محمد يا صاحب الهدى ومقام محمود وسجود خمس لربنا محمود ما يرحم الازمة في هذه السجود يا مدعو يدنى الرحمن محمود الحجر يا زوار وافضل الوجود غاية امر بقلبي اللهم صل على محمد يا رب العزيز بعلة قدرا من يوفى اولا من الله اجرا وبامته للصراط مرورا دخول الجنه وشرب الكوثر رؤيه الله قبل كل شيء غايه امر بقلبي جنة الجنات وما الحيات صاحب الوسيلة ذو الموجودات صاحب الفضيلة أفضل الحيات مصطفى مصطفى معنى القوات سر عالم الصفاء نظام الوجود ويتام على يا مدرسة 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 يا مدرس